وبعدين رايح كمان شويه اهو على الله يصدق عشان تروحي، ولو انك هتقطعي بيا يا بنت اموره. وافرض معرفش يعمل اللي انت عايزه؟ ما تقدريش البلاء قبل وقوعه بقى يا نوره، بلاش الكلام اللي يسد النفس ده على الصبح. لحسن اخوك لو ما صدقش معايا هنتحشر انا وانت وهو حشره سودة ما يعلم بها الا ربنا، وعالم هتودينا لفين. كل يا نوره كل، كل يا اختي تلاقيك على لحم بطنك، كل كل يا بنت ما تخافيش، انا زي اخوكي برضه. كل يلا بينا سيم بيه. يلا حسين، يلا اتكل على الله بقى، روح مشوارها السريع وابراهيم روح مشواره ونرجع نتقابل هنا. ماشي منصور ومجبور باذن الله، انا هوصل ابراهيم وروح سيدنا الحسين اصلي ركعتين، هدعي لك ان ربنا ياخد بيدك ويعمي عينيهم عنك. بس اوعى تنسى وانت داخل تقول اللي قلت لك عليه، واجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. ايش عم صار؟ خلي بالك من نفسك يا ابراهيم. ها بالك قلب وشك ليه؟ ما انت رايح تطمن على بنتك، بس خلي بالك بقى وانت طالع عند الدكتور ولا نازل حد يشوفك. ماشي يلا يا ابراهيم توكل على الله. اديني بقى ايدك الطاهره دي. بس انت قلت انك مش هتربطني الا لو عملت حاجه. لا ده كان في الاول يا حلوه، لكن دلوقتي احنا دخلنا في الجد وانا رايح اقابل اخوك في مطرح بعيد، وبصراحه كده انا ما اضمنش ابويا. سلي نفسك انت كده واقعد ادعي ان اخوك يبين كرامه عشان نرجع لك بسرعه. لا مؤاخذه يا نور، معلش. يا رب عاوني تكون قريت الملف كويس. ملف ايه؟ قضية سليم الأنصاري. ما هي كانت عندي قبل ما تجيلك. طبعا قريته، وقريته كويس قوي كمان. طب وايه رأيك؟ لا رأيي ده هكتبه في تقرير وهرفعه لسيادة اللواء عماد مدير الإدارة اللي سحب منك الملف وجابهولي. يا أخي بيقول لي حاجة غريبة قوي. ما لقاش أي تقدم بيحصل في القضية. فهمت. طيب إحنا باعتبرنا زمايل يعني، أكيد هتحتاج لي في حاجة، في أي معلومة، في حاجات أنا ممكن أفيدك فيها يعني. الحقيقة صراحة أنا ما أعتقدش إن عندك معلومة ممكن تفيدني، وإلا كان زمانك قبضت على سليم الأنصاري بنفسك. إلا بقى لو أنت سبته يهرب بمزاجك. مش صلاح الطوخ اللي تقال له الكلام ده عاوني. انت عارف صلاح الطوخ كويس قوي. عموما انا قلت اعمل اللي عليا وعملت حساب للزمالة اللي بينا، لو احتجت لي انا موجود. بقول لك يا صلاح، انت عارف كويس قوي ان انا وانت طريقتنا مختلفه في الشغل، وانت فشلت ان انت تجيب سليم الانصاري بسبب طريقتك دي. والملف لما جالي انا ليا طريقتي، وهعرف ازاي اجيب سليم الانصار. عربية زنتي مش موجوده يا ريس، ومراته شويه هتلاقيها نازله. على الله بس متاخرش، مش ينفع نفضل هنا كتير. انت ناوي برضه تخش من الباب الرئيسي؟ لازم باب الرئيسي، احنا بالنهار عملنا اي حركه غريبه الناس تاخد بالها، لازم نتصرف طبيعي. مش بس القلق. مفيش قلق، متقلقش، سيب على الله. هي دي مراته؟ اه هي دي. ماشي عينك على الشارع، لو في اي حاجه غريبه كلمني. ها تحت امرك. ماشي
ازيك يا ابو خليل؟ جدع انك سمعت الكلام وجيت. نوره فين؟ نوره بخير يا ابراهيم، ما تخافش، وهتبقى بخير اكتر لو سمعت كلامي. ما قلت لك ان انا تحت امرك، بس اهم حاجه نوره ترجع. هترجع ابراهيم، بس تسلمني وسلمك. لا حلو كده، البيعه تبقى خسرانه. يعني ايه؟ يعني سليم الانصاري مش تمن رجوع نوره وبس. طلعت مخربش يا ابراهيم، قالوا انا اللي كنت فاكرك غلبان. من عشر الام، وبعدين انا غلبان طول عمري. خدت ايه؟ اخلص ابراهيم، عاوز كام؟ مش عايز فلوس. انا هعمل ايه بالفلوس وانا هربان؟ امال عاوز ايه يا ابراهيم؟ انا عايز براءتي. نعم اخويا، تعملها لك ازاي دي؟ ماليش دعوه، انا بعد ما اسلمك سليم مش هلاقي حته اروحها، ولا حد هيمدي لي ايده، وهفضل برضه مستخبي وهربان لحد ما يمسكوني في الاخر. انا مش عايز حاجه غير حقي، انا ما سرقتش حاجه. الواد زلطة صبي حسن الضبع هو اللي سرق العهده بتاعتي من الدولاب، هو بقى اللي شيل شيلته. قلت ايه؟ يعني كده اتفقنا؟ خلاص يا ابراهيم بقى، قلت لك سيبنا اشوف لك صرفة. الله، انت لسه هتشوف صرفة؟ انا مش فهمتك هتعمل ايه. خلاص سلمني سليم الانصاري وانا عنيا ليك. لا يا حبيبي، ما يبقاش ابني في حضني وادور عليه وانا بصراحة كده مش واثق فيك. يعني انا اللي واثق فيك يا ابراهيم؟ خلاص، طالما احنا الاتنين مخونين بعض يبقى نقطع الورقة من النص. يعني ايه ده بقى ان شاء الله؟ يعني تخلص لي ورق القضية اسلمك سليم. لا يا حبيبي ما ياكلش. خلاص أختك عندي. أختي مش هتبقى الورقة اللي هتلوي بيها دراع عزناتي. أختي مش هتقدر تأذيها في حاجة. أنت مش ناقص، كفاية البلاوي اللي متلتلة عليك. ما كده. بص يا زناتي، ده حق ربنا عشان نبقى كلنا تراضينا زي ما بتقول. ماشي يا إبراهيم، كلمني بالليل وأقول لك أنا عملت إيه. بس اعمل حسابك لو حصل عوق نورة هتموت. ما هي مش أغلى من اللي مات وهيم. وانا مش عبيط عشان اضحي باختي عشان خاطر سليم الانصاري. مهما كان غالي عليا مش هيكون اغلى عليا من اللحم. ده ناصح عيو. عموما هستناك تكلمني. السلام ابو خليل. ايوه ياسمين بيه، زناتي جه. داخل يعني عليا خلاص؟ طالع عليك، طالع عليك. ماشي خلاص، الفيديو بيحمل اهو على طول. سلام. مش فاكران النار والجرح، كل ما اجي افرح دايما بتعزيني. يا صفاء، انا وصلت. انت فين؟ طب انجزل احسن، والمصحف هيفوتك كتير. طب يلا انا هدخل استحمى انا عشان ريحتي تقرف من نومه المخزن. طب يلا انجزي، مستنيك عشان تلاقي في لي ظهر. يا بنت جبت الاباحه دي منين؟ إيه؟ طب يلا مستنيك. سلام يا روحي. سلام. عمل فيا تشيل.
جيت يا اخوي اتليف ولا جاي ليفك يا حبيبي؟ تعالى 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 تعالى. فيها اسحاق هو لعب عيالي يا اخي. حاج عزام ما انا قلت لكم كده وانتوا افتكرتوني بعرق. الراجل بصراحه زهق وحاسس ان هو بيربي فلوسه على الارض. هو احنا قصرنا في حاجه يا اخي؟ قلت لكم سيبونا شويه لحد ما نتصرف مع الراجل صاحب البيت. وسيبناكم بدل الشويه شويه. ايه اللي حصل؟ ها؟ مفيش حاجه حصل بصراحه كده. انتوا مش هتعملوا حاجه ولا هتقدروا على الراجل ده. سيبونا بقى نلقط عيشنا في حته تانيه. تلقط عيشك مين يا جدع انت؟ في ايه؟ عليا الطلاق ما حد يقدر يحط رجله في الارض دي طول ما انا موجود. انت جرالك حاجه؟ باشا خطيه انت ساكت ليه؟ اسحاق عنده حق يا حاج. الموضوع فعلا مسخ قوي ولازم له نهايه بقى. الله ينور عليك يا مولانا. الله ينور عليك. اظن كده بقى عدنا العيب. لا يا اسحاق. العيب هو اللي انتوا عايزين تعملوه. احنا مش عيشة يوم. قول الخواجة بتاعك موضوعها هيخلص. خلصنا يا شيخ عطية بقى. خلصنا يا اخي. النهارده يا حاج. الموضوع هيخلص النهارده. بالذوق بالعافية هيخلص. بس انتوا قولوا يا رب. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش قلت لك الحمد لله رجعت مجبور الخاطر؟ الحمد لله يا عم صالح. بركة دعواتك بقى. طب يلا يلا اركبوا. يا هيما طمني عملت مع بنتك؟ يلا استنى. انت ضامن الجدع اللي اسمه ابراهيم ده كويس؟ ما يقدرش يلعب معايا الدنيئة طول ما اخته معايا. النبي يا عيني البت دي صعبانه عليا. هي يعني كان ذنبها ايه؟ وانا هاكلها؟ بعدين ومين فينا كان ليه ذنب في اللي بيحصل ده يا صفاء؟ انا مش قصدي. قول لي. البت دي صحيح حلوه؟ يا نهار اسود ومنيل. حلوه ايه ووحشه ايه وانا في ايه ولا في ايه؟ وبعدين ليه غيرك يا بت؟ قول لنفسك يا اخويا. عارف يا زنتي؟ لو الشيطان كده يوزك وتحاول تهرب ناحيتها والله العظيم تلا تاكلك بسناني انت وهي. طب والنبي على نفسي تاكليني بسناني. يا سلام. سيبك من البت دلوقتي وخلينا في اخوها. صح. انت ناوي تعمل ايه في اللي طلبه منك؟ والله ما قدوميش غير سكه واحده بس يا صافي. واديني ماشي فيها لما نشوفها تودينا لفين. هو انت عارف انها مش في البيت يا ابراهيم؟ ايوه سميحه عارف. ما تخافيش. عارف منين؟ وما خافش ازاي واحنا ما نعرفش عنها حاجه؟ يوه بعدين معاكي بقى يا سميحه. قلت لك مالكيش دعوه. انا هتصرف يا سميحه ونور هترجع البيت ان شاء الله. هترجع منين؟ هو انت عارف هي فين من اساسه؟ يوه بقول لك يا سميحه ما تندمنيش ان انا كلمتك عشان اطمنك. طب انت فين؟ مالكيش دعوه يا سميحه. هانت يا سميحه ان شاء الله. كلها يومين ثلاثه والهم ده يزيل عننا كلنا باسم الله. يا رب يا ابراهيم. مع السلامه يا حبيبتي. خلي بالك من بنات يا سميحه. حاضر حبيبي. ايه يا باشا؟ وانا زعلتكم في حاجه؟ الله، هو مش زمايلك البشوات برضه بيوصل لهم المعلوم كل شهر وكل واحد بياخد حقه تالت ومتلت؟ ليه بقى الحوارات دي كلها؟ ولا انتوا زي القطط تاكلوا وتنكروا؟ قطط؟ بص يا معلم حسني، الامان اللي انت بتوكلهم انا ماليش فيهم. ده شغلكم يابا وانتوا اضربيه. انا لا دي منطقتي ولا دي دايرتي ولا انا بشتغل بالنظام ده من اساسه. سبحان الله،
انت بتغني وترد على روحك يا باشا لما انت مالكش فيه؟ جايبنا هنا ليه وتفتح لي قصص وحواديت؟ عشان ارسيك في اللي عايزك. عشان انا اعرف عنك كل حاجه، ولو عايز اقلب عليك الدنيا هقلبها في ثانيه. الله، هي تلاكيك يا باشا وشكل للبيع ولا ايه؟ هو في بيني وبينك حاجه؟ هيبقى فيه لو ما سمعتش كلامي وطوعتني في اللي عايزك. عشان عايزني خير يا باشا؟ ابراهيم السني قطيعك، ماله الزفت ده؟ عاوزينه يطلع براءه. عاوزينه؟ مين اللي عاوزينه؟ بيطلع براءه ازاي؟ انت اسئلتك كتير ليه يا معلم حسني؟ انا اللي عايزه يطلع براءه، يا اما بقى هزعل منك واقلب على الوش التاني. عشان كده رسيتك الوش التاني عامل ازاي؟ يا باشا انا مالي؟ هو انا كنت قاضي؟ سيبك بقى يا معلم من جو جعلوني مجرما ده عشان ما ياكلش معايا. صبيك اللي اسمه زلط هيشيل الليله ويا دار ما دخلك شر. وزلط هيودي نفسه في داهيه ليله مؤاخذه. ده حوارك انت بقى يا معلم، انا ماليش فيه. ولو غالي عليك حد غيره يشيلها. انا اللي يخصني في الموضوع ابراهيم السني يطلع من الليله دي براءه. انا لا غالي عليا ولا طايق اشوف وشه، ده واد رزل وملوش اي لازمه. حلو قوي. ولو مش هتعرف تخليه يشيلها بمزاجه يشيلها غصب عنه. غصب عنه ازاي يا باشا؟ بقول لك يا معلم، هي صعبه عليك يعني؟ زي ما شيلتها ابراهيم تشيلها له؟ عيلين من صبيانك يروحوا يشهدوا عليه في النيابه ان هو اللي عملها، وتبقى خلصت على كده. اظن سهله دي. هي مش سهله بس ليها حل. يبقى تسمع مني بقى عشان اقول لك هيقولوا ايه بالظبط. ايوه يا باشا، بس لا مؤاخذه يعني انت مهتم قوي بموضوع ابراهيم السني ده. انت تعرفه منين لا مؤاخذه عشان تعمل له ده كله؟ مالكش فيه يا معلم. ابراهيم يخصني وبراته تخصني، غير كده مفيش. طب انا بقى اللي يخصني ايه؟ ده انا هبيع عيل صبياني. اعمل ده كله ليه؟ لوجه الله؟ عشان تتقي شري. شر البليه ما يضحك يا باشا. على رأي المثل الأذية ليها ألف ناب. ماشي، بص يا باشا، وشرك ده لا مؤاخذة أنا عندي ليه ألف حل عشان أديه. بس بصراحة بقى أنت عجبتني ودخلت قلبي، وهنفذ لك كل اللي أنت عايزه. بس أنا ليا مصلحة عند إبراهيم وأنت اللي هتخلصها. مصلحة؟ آه، مصلحة ليا وليه. انجز يا حسني وقت اللي في جوفك. نسب. أنا طالب القرب من إبراهيم في أخته نورة. هسلمكوا زلطة ونشرب شربات براءة أبو خليل مع شربات جوازي من نور أخته في ليلة واحدة، وأنت اللي هتشهد على العقد. ماشي يا باشا؟ لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. إيه يا سليم الافترا ده؟ اللي عمل فيها كده ربنا ينتقم منه. وأنا هلاعبهم بالفيديو ده، أخليهم ياكلوا بعضهم. أنا عايز أفهم، ما جبتش الموبايل التاني ليه؟ ما ينفعش يا هدى، الموبايل التاني لازم يفضل هناك، لازم زانتي والناس اللي معايا يفضلوا مطمنين. ده الظاهر عطية. خشوا انتوا جوه دلوقتي. يلا قوموا معايا. مين؟ انا الشيخ عطية. خير يا عطية؟ استنوني انتوا في العربية. خير يا حضرة الناظر؟ وانا امثالي برضو بيجي من وراهم غير كل خير. عمرك ما كنت بخيل يعني؟ مش هتقولي اتفضل ولا ايه؟ يا راجل، ده انت مضايف الاغراب اللي ما تعرفش عنهم حاجة في بيتك، ما بالك بقى بتبير البلد وابن كبيرها. يا لهوي نورة، أما طلعت نمرة يا بت نورة ما كنتش أعرف إنك مدوراها كده. أصل شكلك غلبانة يا بت، بس الظاهر كده مفيش حد غلبان غيري. ده الراجل تعبان من ناحيتك على الآخر. إلهي ربنا ياخده البعيد، هو عايز ده مننا، مش كفاية اللي عمله فينا؟ الشهادة لله وعريس زي الأطرار. بس هنقول إيه بقى؟ أدي الله وأدي حكمته. وأنا عملت اللي عليا، الباقي عليك أنت وأخوكي بقى. وبيني وبينك أنت لو عايز تاخدي رأيي توافقه. بقى لما تعيش مرات حسني الضبع احسن ما تموتي عازبه، ولا ايه؟ اسمع يا عطيه، الوقت متاخر وانا راجل كبير، فاقول الكلمتين اللي عندك من غير لف ودوران. ولو ان طول عمري ماليش في اللف والدوران يا حاج صالح، بس ماشي بقى. نبينا عليه افضل الصلاه والسلام بيقول ايه؟ عليه الصلاه والسلام: اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه لئلا تكون فتنه. صح صح.
أنا جاي طالب إيد بنتك يا حاج صالح. هدى؟ هو أنت عندك غيرها تصلح للزواج ولا إيه؟ بس اللي أعرفه إن أنت عندك اتنين ولا زادوا؟ لا هما اتنين يا حاج صالح، وهدى إن شاء الله هتبقى التالتة. آه، وعملت حسابك على الرابعة ولا لسه؟ دي أرزاق بقى حضرة الناظر. سبحان الله. بس إيه اللي طلعها في دماغك تيجي تطلب بيد بنتي أنا وفي الوقت ده بالذات؟ والله هو الموضوع في بالي بقاله فترة كبيرة. أنا عارف إن هدى هينقصها بعض الأشياء، بس إن شاء الله هتكملها في بيتي لما تقعد مع أخواتها تتعلم منهم وتعرف نظامنا إيه. هدى ينقصها بعض الأشياء وإنت بقى اللي هتكملها لها؟ ينقصها مثلاً إنها ترتدي النقاب بعد قراية الفاتحة على طول، والباقي تكمله لما تعيش في وسط البيت وفي وسط أخواتها. آه، طب أنا ما عنديش بنات للجواز. اعقل الكلام اللي بتقوله يا صالح. يا صالح، وجاي تقول لي ترضون دينه وخلقه يا قليل الرباية؟ أنت مش عارف أنا مين وممكن أعمل فيك إيه يا صالح؟ أنهي دين ده اللي بتتكلم عنه يا أفاق؟ أنت جاي تقول لي أنا ربكم الأعلى زي فرعون؟ امشي اطلع بره وإلا هضربك بالجزمة زي زمان عشان تتربى. تضرب مين يا مرتد يا ملحد يا حجر جهنم أنت؟ مش كفاية إني حايش عنك الناس وعامل اعتبار لسنك؟ اسمع، بنتك هتبقى زوجتي وتنول شرف إنها تشيل اسمي، وأنت هتسيب البيت ده وتيجي تعيش معايا في الدوار، يا إما ترحل أنت وبنتك وتشوف لك حتة تانية وبرضه هتسيب البيت. وقسما عظما وأنت تعلم أن أبو مصعب إذا أقسم أبر، لخليك عبرة لمن يعتبر. أنت جاي تهددني في بيتي يا حرامي يا ابن الحرامي؟ أنت عارف إن أنا لو قتلتك دلوقتي يا صالح ما يبقى لكش دية؟ شيل إيدك من على سلاحك بدل ما أهلك يزعلوا عليك. طب احمد ربنا يا أخي إن أنا جاي ألم لحمك بدل ما أنت سايب الكل من هب ودب كده. أوضة خطيبتي وريت فتحتها امبارح. ما تحسبهاش كتير. ايسر الشر واتكل على الله. بدل ما أنا اللي قسم العظم هضربك بالنار. الشر أنتوا اللي جبتوه لنفسكم. اسمع يا صالح، قدامك فرصة ثلاث أيام تلم فيهم حاجتك وترحل من هنا. يا إما أنت المسؤول عن اللي هيحصل لك. ثلاث ايام بالعدد يا صالح، وقد اعذر من انذر، وليعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. تعال نصلي. جمعوا لي الاخوه كلهم اللي لادي وعن بكره ابيهم، قولوا لهم ابو مصعب عايزكم في امر جلال. معلش يا عم صالح لخبطت لك الدنيا، بس ما كانش ينفع اتفرج عليه وهو بيغلط فيك. يا ابني حصل خير وكتر خيرك، احنا دنيتنا طبيعي متلخبطه من الاول، وان الاوان انها تتعدل. يلا اتفضلوا ناموا والصباح رباح. والله مش عارفين ننام ازاي في الهم ده يا شيخ صالح. انا خايف للشيخ مصعب ده جاي يرمي علينا حزام ناسف في اي لحظه. يا ابراهيم ما تقولش يا رب عندي هم كبير، قول يا هم عندي رب كبير. يلا ناموا تصبحوا على خير. يلا يا هدى. معلش يا هدى، مش عارف انا قلت كده ليه، بس يعني ما كانش في حل غير ده. تصبحوا على خير. والله ابراهيم انا حسيت انت اللي نحستني. مال انا بحنان وابو مصعب؟ انا ناقص. صحيح
ممكن انا اللي اكون نحسته فعلا. انا هبلغ بقى ولا اسلم نفسي انا كمان. يقول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. طب في الاخره هتشوف نار جهنم والعياذ بالله. انما في الدنيا ده امر للمؤمنين ان يلحقوا بهم العذاب الاليم. احنا سكتنا كتير قوي يا اخوانا على الراجل اللي اسمه صالح ده، وتحملنا منه ما لا يحتمل عشان نقي نفسنا واهلنا شر افكاره المسمومه وكلامه الشيطاني، وعملنا حساب للجيره وللعشره كما وصانا النبي عليه الصلاة والسلام. إنما يصل به الأمر إنه يعيش اتنين رجال أخراب في بيته مع بنته، ده اللي لا يرضاه لا شرع ولا دين ولا أخلاق حتى. وإحنا ما نبقاش رجالة ولا قائمين على إقامة شرع الله وحدوده في الأرض لو سكتنا على الفحش والرذيلة. أنا النهاردة اديته مهلة أخيرة وطلبت منه يرحل عننا بسلام. إذا رحل واستجاب ورضخ كان بها، وإذا جنحوا للسلم فاجنح لها. أما إذا ركب هواه وربنا سلط عليه شيطانه فملوش عندنا غير العذاب الأليم. وكما قال المولى عز وجل في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا إن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. إيه رأيك بقى في المكان؟ حلو مش كده؟ مش بطال يعني. مين بقى اللي قايل لك عليه؟ وأنت مش عارفة إمكانيات جوزك ولا إيه؟ سيبك المكان. ودي اللي قلت ايه؟ في ايه يا شادي؟ في السفريه يا امشي. صدقيني احنا الاثنين محتاجين ده. تروح تايلاند، سنغافوره، ماليزيا، تعمل شهر عسل جديد. قلت ايه؟ ما اعرفش بصراحه، هشوف واقول لك. شفت عفريت؟ بصراحة اه، وانيل كمان. بسم الله ما شاء الله، أنا مش بحسد ها؟ يعني عصفورتين كلاري قاعدين في المكان. الله يخرب بيتك، اسمها كناريا، أنت ضايع. مش عارف بقى، ازيك يا انجي عاملة إيه؟ أهلاً. هو أنت يا ابني مش قلت لي إنك هتنام؟ إيه اللي نزلك؟ والله يا معلم كنت هنام فعلاً، بس أنا ما عرفتكوش. دينا صاحبتي شادي أكتر من أخويا، انجي مراته. طيب انتوا شكلكم كنتوا قاعدين قعده رومانسيه وانا جيت فصلتكم، فهسيبكم بقى لمشاعركم وانا جنبك هنا. يا عم تعالى اقعد معانا. لا لا شويه كده واجي لك. مبسوط يا انجي قوي اني شفتك، انا اذنكم. يعني يوم ما تخرجني في مكان هتخرجني في مكان تامر اللي قايل لك عليه؟ وكمان جايبه يتفرج علينا؟ احنا مش فرجه يا انجي. وبعدين الراجل احنا قابلناه صدفه. مين بقى البنت اللي معايا دي؟ شكلها شمال قوي. مالناش دعوة، خلينا في موضوعنا. قلت ايه؟ انا عايز امشي يا شادي. ابو خليل انا خلصت لك مع حسن الضبع خلاص، بس هو لي شرط، يتجوز نورة. وانا موافق. خلصوا لي القضية الاول وبلغوني، هسلمك سليم تسلمني نورة ونكتب كتاب على حسن الطابع.